الرابطة الأيونية. قلنا إن الرابطة الأيونية يا ربط هي عبارة عن التجاذب الإلكتروستاتيكي ما بين مين ومين؟ محدش كان هو يعني. شطورة. يبقى إحنا قلنا إن هي التجاذب الكهربي، تعالي يا بسمنة، ما بين الشحنة الموجبة للأيون الموجب اللي هو بتبقى بتاع عنصر فلزي والأيون السالب بتاع عنصر لا فلزي. وجينا خدنا أحد الروابط المرة اللي فاتت وقلنا عليها إن إيه؟ CN. لو إحنا جينا نتكلم عن الرابطة دي هناخد عنصر الـ NA اللي أنتوا عارفينه، سمعوه 2 8 1، بيميل إن هو يفقد ولا يكتسب؟ هيفقد كامل الإلكترون واحد إلكترون ويتحول ليه؟ أيون موجب على كم شحنة؟ 2. ينبعث على كم شحنة؟ 1. وبنقول عليه أيون موجب عادي الشحنة. الثانية الكلور سي ال هنيجي نوزعه 2 8 7، هيفقد ولا هيكتسب؟ هيكتسب. كام الكترون؟ 1. وبيتحول ليه؟ أيون سالب على كام شحنة؟ ده كان مع الالكترون الدال ده. الرابطة خلصت، انتهت بمجرد ان هو اداله الالكترون بتاعه. طيب فين الرابطة؟ هي عبارة عن ايه؟ عن قوة الجذب بين الايون، بين الشحنة الموجبة دي والشحنة السالبة. قلنا ان انا بنقل الايون بعد كده 2 8، وهنا موجب 1 وجنبيه 2 8 8 ومعاه سالب 1، والرابطه بتبقى التجاذب ما بين الشحنه الموجبه والشحنه مين؟ السالب. وخدنا زيه برضو اكسيد المغنيسيوم، واحد بيفقد 2 والتاني بيكتسب الاثنين اللي هو فقده وخلاص. والرابطه بتبقى عباره عن التجاذب ما بينهم.